في الآونة الأخيرة كان توجيه دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باستخدام التقنيات المتطورة ونخفف عن كهل المواطن في هذه الظروف، ولذلك كان التوجيه أنه العمل بالجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبوابة الإلكترونية، وبالفعل وقعنا مذكرة تفاهم أولية مع وزارة الاتصالات وقدرنا أن نقطع شوط كبير في تحديد نوع الجواز، جواز متطور حتى بسيم كارت خاص يحمل المعلومات غير قابل للتزوير، جواز محترف به عالميا ويليق بسمعة هذا البلد العظيم اللي تحدى الصعاب وقاتل داعش لأكثر من 5 سنوات وقدم الانتصار على داعش على طبق من ذهب إلى كل العالم. وبدأنا بوضع اللمسات الأخيرة لمنح الفيزا الإلكترونية في كثير من المنافذ والمطارات. هذا حقيقة راح يحقق لنا غاية كبيرة، أولاً جعل العراق جالب للاستثمار، تسهيل وتبسيط إجراءات الشركات والمواطنين الذين يرمون الاستثمار في هذا البلد الذي بدأ يتعافى ويرجع إلى الصف ليبدأ يأخذ دور كبير في الشرق الأوسط والعالم العربي والعالم بأسره.